البداية كده أنا بالنسبة للجزء التاني إن شاء الله أنا كنت محضر من الكتاب ده، فلو في حد يعني عايز يراجع ورايا الكلام وكده هو كده هو شاطر فيه يعني بالظبط الكلام اللي هقوله هو اللي شاطر فيه، لو في حد عايز يراجع ورايا. تمام؟ البداية كده في حد عنده في المصري؟ إيه؟ في المصري في البداية كده في حد عنده فكرة يعني السيستم بيتقال عليه كده ايفنت بيز؟ يعني بتقول على السيستم اللي هو ايفنت بيز؟ هي بتدور على السيستم اللي هو ايفنت بيز. ممكن السيستم بتاع ايفنت بيز لما الاجزاء بتاعت السيستم بتكون متواصل مع بعضها باستخدام الايفنت. تمام؟ الاجزاء بتاعت السيستم بقى دي ممكن نقول عليها ايه؟ كلاسز، كورنتس، فانكشنز، اهم حاجه ان الاجزاء دي تكون متواصل مع بعض باستخدام الايفنت. تمام؟ طب عشان نفهم يعني ازاي دي تتواصل مع بعض باستخدام الايفنت، هشرح مثال كده حلو بطريقه عاديه اللي هي تريفيال اي حد ممكن يفكر فيها. شوف ممكن لو كان الايفنت بيز الموضوع يبقى اسهل ازاي. تمام؟ تعالى نتخيل دلوقتي معانا شركه شحن، شركه شحن دي تجي لها بضاعه بعدين تحطها في صناديق وبعدين تغلفها وبعدين تشحنها. طيب لو احنا عايزين نقلل ده عادي في العقد، احنا دلوقتي شركه فعلا، فممكن نقول هنحط شخص عند كل ستيب فيهم، وكل شخص بعد ما يخلص الجزء بتاعه هو عارف مين الشخص بتاعه وممكن يجي له العضو بتاعه. تمام؟ طيب فلو كاتبوه ممكن يعمل كلاس لكل ستيب فيهم، وكل كلاس بتكون عارفه مين اللي بعديها، عارفه مين اللي بعديها يعني بتعمل انستنس منه، يعني بتعمل اوبجكت منه. تمام؟ وغير كده بتكون عارفه الانترفيس بتاعها عشان تعرف تعمل معاها. يعني هنا كلاس اي عارفه كلاس بي، يعني بتعمل انستنس منها، وكمان عارفه الانترفيس اللي هو تعرف تبعتها لها اوبجكت اللي هو اسمه اكس. تمام؟ وحاطط لي فانكشن اسمها سيت. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نعمله بقى بشكل ايفنت بيز، هنقول لا احنا دلوقتي الشخص بتاع ايه والشخص بتاع بي هما الاثنين مش هيكونوا عارفين بعض، بس الشخص بتاع ايه هيعمل ايه؟ هيجي على الليسته كده ويكتب عليها ان انا جالي ايفنت، جالي ايفنت فلان، جالي ايفنت بتاع فلان. والشخص بتاع بي هو ما يعرفش الشخص بتاع ايه، بس هو كل اللي هيعمله ان هو هيبص على الليسته، ولما يلاقي ان في ايفنت مهم حصل بالنسبه له فهو هيروح ياخد اكشن على اساس الايفنت ده. تمام؟ طيب لو احنا بصينا على الشكلين دول، الشكل الاولاني لو احنا قلنا ان احنا دلوقتي مش في بس هو الانترفيس الاوبجكت بتاع ايه، لا ده في كمان سي بي وحاجات ثانيه، فلازم ايه برضه تكون عارف الانترفيس بتاعهم تعرف تعمل ايه، وكمان انت بتفكر ايه اللي حصل، فلازم ايه تعرف تعمل الايرور دوت والكلام ده كله. تمام؟ طب في الشكل اللي على اليمين دوت الكلام ده مش لازم، انت لو في حد ثاني انترفيس في الاوبجكت او انترفيس في الايفنت اللي حصل كل اللي هيعمله ان هو هيبص على الليست، ولما يلاقي ان هو في ايفنت حصل يهمه هياخد اكشن على اساس ده. تمام؟ فعشان كده السيستم الاولاني ده بيقول عليه ان هو كابت سيستم، لكن التاني ده بيقول عليه كابت. تمام؟ كابت سيستم يعني ايه؟ يعني ان اجزاء السيستم بتكون مترابطه مع بعضها. تمام؟ طب هي في البدايه ان الكابلنج ده حاجه وحشه، والايفنت بيز ميزتها ان هي حلت مشكله الكابلنج ده في جزئين كومبلكس في السيستم بتاعه. تمام؟ طيب فالمفروض اول حاجه كنا فيها لغايه دلوقتي يعني ايفنت بيز، لو في حد مش فاهم يعني ايفنت بيز ممكن يعني يسال تاني. السيستم هي تريجر لما يحصل ايفنت معين بالظبط، زي قلنا زي ايه وبي هنا هما الاثنين بيتواصلوا مع بعض باستخدام الايفنت، يعني الشخص بتاع ايه بيقول اللي عليه ان هو يقول ان في ايفنت حصل، والشخص بتاع بي مش لازم ان هو يعرف الايفنت ده هيروح لمين ولا ايه اكشن المفروض يحصل ولا اي حاجه، كل اللي على الشخص بتاع ايه اللي هو الشخص ده مثلا كل اللي عليه ان هو يقول ان هو في حصل ايفنت بس. تمام؟ لكن بقى مش مين اللي هياخده ولا مين اللي هيتعامل معاه ولا اي حاجه، كل عليه هو بيقول في ايفنت حصل. تمام؟ غير الشكل الاولاني ده هنا ده لازم هو في ايفنت حصل فهو لازم يروح يعرف يبعته ويعرف يعمل لو في ايرور حصل والكلام ده كله. تمام؟ طيب احنا قلنا ان مشكله السيستم الاولاني ان هو كان ايه؟ يعني ان هو بيقولوا عليه كابل سيستم، وانا قلت ان الكابل ده سيستم وحش، بس انا ما قلتش ليه هو وحش. طيب يعني ايه كابلنج تاني؟ كابلنج يعني هو شد الترابط بين الكومبوننتس في السيستم بتاعنا. تمام؟ وفي الايفنت بيست الكابلنج ده مش موجود ما بين جزئين مهمين، الجزء اللي بيعمل ايفنت والجزء اللي بيكونسيوم ايفنت. تمام؟ فهو يعني تعريف الكابلنج ده هو مهم جدا، وهو دوت يعني الكابلنج دوت من اهم الاسباب اللي انت بتعمل مع الايفنت. تمام؟ طيب فده تاني كونكلوجن معانا، فالمفروض كل سؤال لينا لما تيجي لو في حاجه مش فاهم حاجه فيها لازم نعرف نعمل سؤال. تمام؟ طيب الكابلنج بقى ليه وحش؟ الكابلنج هنقسمه لجزئين ستاتيك وديناميك. ستاتيك لو هو بيأثر علينا في البيلد تايم،
وديناميك لو هو بيأثر علينا اثناء الران تايم. طيب تفتكروا ممكن يأثر علينا ازاي في البيلد تايم؟ ليه لما يكون في تراوح ما بين تو كومبوننتس، كومبوننتس هنا المفروض ليها بروسس او مايكرو بروسس مع بعض، فليه التراوح دوت بيعمل مشاكل معانا في اثناء البيلد تايم؟ حد عنده اي خبره ممكن يحصل معانا؟ ماشي. المهم لو شخص التعبير دوت قرر ان هو يعمل تعبير عنه، بما ان ايه تعمل البروجكت بتاعه تعمل الانترفيس بتاعه، فغالبا التغير دوت دلوقتي مش في السيستم، يعني ايه هتتغير كمان، ولو في حاجات ثانيه كونكت برضه بيه يعني سي بي برضه هتتغير، ولو ايه كونكت ليها حاجات ثانيه برضه الحاجات دي لازم تتغير، فعشان كده السيستم كل ما يكون كبر كل ما يكون اوحش. تمام. طيب امتى الستاتيك كفرنج امتى بيحصل؟ لما يكون الكلاس الاولانيه هي كلاس ايه هنا؟ بتقول حاجه موجوده في الكيس، الكيس اللي فيه اي حاجه بتاعه بروجكت منها او بتقول ميثود فيها اي حاجه من الكلام ده، بتقول ان ده هنا في الستاتيك كفرنج. تمام؟ يعني بيكون في ريفرنس من الكلاس الاولانيه او الكومبوننت الاولاني للكومبوننت الثاني. طيب الدايناميك احنا قلنا ده بيأثر علينا في الكلاس. تمام؟ وده يحصل امتى؟ لما يكون مثلا كلاس ايه بتكون ميثود موجوده في كلاس بي. تمام؟ زي سيت اكس هنا. هنا في دايناميك كفرنج. تمام؟ طب ده ممكن يأثر علينا في ايه؟ ممكن تقول مثلا ان لو في باج موجوده في بي، فالباج دي بشكل او باخر ممكن تنقل ايه؟ يعني لو انت لو بتست على ايه؟ هتلاقي لو في باج في بي هتأثر عليك في ايه؟ تمام؟ بس طب دلوقتي احنا قلنا الستاتيك، الستاتيك كفرنج بيحصل لما يكون في ريفرنس من كلاس لكلاس تاني، ريفرنس ده كاسم يعني لو انت عملت كل جواها حاجه او ايا كان، وديناميك بيحصل لو انت مثلا بتكون مثلا ميثود جواها. طب هل ده معناه ان الديناميك والستاتيك الاثنين يعني لو في ديناميك كفرنج لازم يكون في ستاتيك كفرنج برضه؟ يعني لو انا كنت عملت كل ميثود في كلاس هل لازم يكون انا جبت سيرتها؟ بالظبط. السبب مثلا هو هل بقى في ديناميك في ديناميك كفرنج، يعني هنا زي سيت اكس في دوت سيت اكس، هنا في ديناميك كفرنج هنا في اثناء الران تايم بيأثر عليا، هل بقى لازم يكون في ستاتيك؟ يعني لازم يكون في سيرت بي اصلا؟ ماشي. هو في العادي هو لا مش لازم. ليه؟ انت ممكن تكون اصلا عملت الريفرنس ده من الانترفيس وانت بتتعامل مع اسم الانترفيس، لكن الامبلمنتيشن ذات نفسه موجود في كلاس بتمبلمنت الانترفيس ده. فلو احنا شايفين ان الستاتيك هيكون ما بين الاي والبي، بس الديناميك هيكون هنا ما بين الاي والسي. تمام؟ بس ف دول الحاجات كلها اللي انا عايز اقولها. يعني ايه ايفنت بيست؟ السيستم بيتواصل مع بعض باستخدام الايفنت. يعني ايه كوري؟ دوت شده الترابط ما بين الكومبوننتس في السيستم. تمام؟ وده اهم حاجه دي خلتنا نتعامل مع ايفنت بيست، ده اهم جزء في ايفنت بيست. تمام؟ تاني وتالت حاجه يعني ستاتيك كوري ده لما في كلاس بتعمل ريفرنس كلاس تاني، اذا كان بقى في ميثود ولا بتعمل بروجكت في اي مكان. وتالت حاجه الايكونوميك كوري. تمام؟ دوت بيوصل علينا في كل وقت. كمان اهم حاجه ان الستاتيك والديناميك كوري مش لازم يكونوا ممكن يستهلك بس او دايناميك بس او الاثنين مع بعض. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ السؤال دي ممكن تعرف كل حاجه سهله. حد عنده سؤال؟ بعمل حته يا استاذ بس. ان هم الاثنين يكونوا مع بعض؟ يستهلك الدايناميك؟ تمام. لو انت دلوقتي قلنا في المثال ده ان احنا لو قلنا ان دي سيت اكس مش عارف اروح على لو قلنا دي سيت اكس يبقى ده كده معناه في دايناميك شغل، يعني ده هيأثر عليك في الرام تايم. طب كل ميثود هو مين؟ فممكن لو في باج بص عليك في الاول واحد. تمام؟ تمام كده؟ طيب وقلنا الستاتيك بيحصل لما انت بتجيب سي دي في اي حاجه، جبت عملت اوبجيكت من دي، يعني هنا عملت اوبجيكت من دي، فده هيأثر عليك. او جبت سي دي، يعني هنا برضه ده ستاتيك برضه في نفس الوقت. تمام؟ بس هل طالما في دايناميك يبقى في ستاتيك؟ هنا كانت الحاله تكون مع بعض، ستاتيك ودايناميك. تمام؟ هيأثر عليك في الران تايم وفي البيلد تايم. مش تعرف انت الموبايل كود بتاعك. تمام؟ انما هنا انت لما تيجي تجيب سيره الريفرنس هتجيب ريفرنس اصلا من الانترفيس، مش هتجيب الكلاس نفسها، بس الامبلمنتيشن نفسه الكود نفسه موجود جوه الكلاس. عشان كده الديناميك هيكون مع الكلاس بتمبلمنت الانترفيس، ولكن الستاتيك هيكون مع الانترفيس نفسه. تمام؟ دي كل حاجه تانيه كنت هتعمل في الاسئله دي. شويه بقى هنتكلم معاكم ونشوف بقى، يعني انا كل شويه هجيب الانترفيس شفت الشكل بتاعه وهتلاقي الكلام معاه مصطلحات بالظبط. مش عشان نعرف هو الايفنت بيز شغال ازاي عايزين ناخد مثال بس
عامل ايه؟ يعني نحاول نعمل فيه موقع فيه ثلاث زراير، كل زرار لما ندوس عليها هينفذ فانكشن معينه. فاول تفكير ممكن نفكر فيه ان احنا نعمل لوب عاديه ونحط اف كونديشن على كل زرار منهم ونشوف بقى هل الزرار ده اداس ولا لا، ولو اداس هننفذ الفانكشن بتاعه. بس بقى ممكن نقابل مشكله في الديزاين ده، حد شايفها؟ تمام، ان ممكن مثلا في فانكشن في النص واحد البروجرام بتاعنا حط مثلا سليب 10 ثواني، فكده الموقع كله بقى واقف مستني الفانكشن دي تخلص عشان الباقي يبدا يشتغل، فكده الموقع ما بقاش ريسبونسيف. فبرضه دي مشكله عايزين نحاول نحلها. فالحل بتاعها ان احنا نستخدم المحاضرات اللي فاتت بتاعتنا، وان احنا هنرن الفانكشن بتاعت كل اف كونديشن على ثريد مختلفه. فكده احنا حلينا المشكله ان الثريد المين ثريد بقت هي اللي بتلف اللوب وهي اللي بتتشيك على كل زرار لوحده، وكل ثريد ثانيه مختلفه هي اللي بتعمل الفانكشن وبترجع بالريزلت على ثريد مختلفه. فاحنا كده حلينا المشكله بس بالنسبه لثلاث زراير او مثلا لغايه 10 20. بس هيحصل ايه بقى لو دخلنا على موقع اكبر ولقينا بقى الزراير بدات تكتر، الايفنت بدات تكتر، فكده مش عارف احلها بطريقه الثريد. فهنا برضو عرفنا نوصل لفكره الايفنت، ان احنا مش هنشتغل على ثريدز بقى وكده، احنا هنوصل لغايه الايفنت وهنمشي بقى فيه ايه بكذا ترم معين، اللي هو اولهم البروديوسر هيوصل ايفنت، هيوصله الايفنت كيو، وبعد كده الكونسيومر. فهنبدا بقى نتعرف على كل واحد منهم بالترتيب. اول حاجه بس ايه هي الايفنت اصلا؟ الايفنت دي ممكن نعرفها ان هي شويه داتا انا عايز ابعتها من منطقه للثانيه، او تشينج ان ستيت، يعني في حاجه حصلت عايز ابلغ بيها حد معين، اقول له ان في حاجه حصلت عند الحته الفلانيه فابدا انت تتصرف على اساسها. تاني حاجه ان هي البروديوسر، وده هو اللي بيفاير الايفنت اصلا، هو المتحكم في ان هو يطلع الايفنت من عنده، يعني هو اللي بيسبب ان الايفنت يخرج ويروح منه على الايفنت كيو. طب ايه هو اصلا الايفنت كيو؟ الايفنت كيو هنقول ان هو ريبوزيتوري او زي مخزن كده شايل كل الايفنت اللي بتحصل في الموقع او في الاب بتاعي، فهو اللي بيخزن الايفنت دي. هيبقى دايما مع الايفنت كيو هنلاقي البروكر، البروكر ده لازمته ان هو اي ايفنت يوصل له يحاول يوصله لكل الكونسيومرز اللي ايه مهتمين بالايفنت ده. يعني لو وصل ايفنت على الايفنت كيو كونسيومر واحد مثلا مهتم بيه، هو دي مسؤوليه البروكر ان هو يوصل له الايفنت ده، يقول له خلي بالك ايفنت كذا وصل لي انت مهتم بيه. والكونسيومر في الاخر هو اللي بيكونسيوم الايفنت اللي جاله من الايفنت كيو، فهو يا اما مهتم بالايفنت اللي جه فهو يروح يجيبه، او هو بيقعد يلف على الكيو كل فتره يشوف هل في ايفنت جالي ولا لا انا مهتم بيه. فاللي قدرنا نستنتجه لغايه دلوقتي هو ان البروديوسر والكونسيومرز ما يعرفوش بعض، زي ما عبده قال من شويه ان ده بيحط ايفنت وده يجي وقت ما هو يعوز بقى يستلم الايفنت ده. فانا كده فصلت السيستم وحليت مشكله الكابل. فبرضه نرجع تاني للحته اللي عبده قالها، ان هو لو عندي اوبجكت ايه عايز يوصل معلومه اكس لاوبجكت بي، فايه ده اللي محتاج يعرف كذا معلومه عن بي، مثلا يعرف الانترفيس بتاعه، يعرف ازاي يتعامل معاه، يعرف الريفرنس بتاعه وعنوانه لو هو عايز يوصل له الداتا، كمان محتاج يعرف لو حصل ايرور هيحله ازاي، يعرف اذا كان بي اصلا مهتم بالمعلومه اكس دي عشان يوصلها له، هل هو عايزها اصلا ولا لا. فايه كان محتاج كذا حاجه، ودي مش حاجه في السيستم اللي هو هسيبها كده، اللي هو لو مثلا بي حصل له مشكله في اي برضه هيحصل له مشكله، فكله معتمد على بعضه. فالحل في حاجه زي كده هو الايفنت، ان انا ايه معاه معلومه اكس هيروح يحطها في الايفنت كيو، خلاص هي دي كل مسؤوليه ايه، وهينسى اصلا ان هو عامل الايفنت ده ومش هيهتم بيه. والبي بقى او السي او الدي او ايا كان بقى اللي مهتم بالمعلومه دي هو اللي بيروح ياخدها من الكيو وقت ما يحتاج وقت ما يحب. فكده فصلنا ايه عن بي؟ فكده توصلنا ان السيستم بقى مبني على حاجتين مهمين، هو الببلش سبسكرايب والاسنكرونس كود. الببلش سبسكرايب فكرته ان هو البروديوسر بي فاير ايفنت، ان هو بيطلع الايفنت من عنده وينساه، ان هو بقى مش مسؤول الايفنت ده راح فين ولا هيعمل ايه بعد كده. والكونسيومرز هو بقى مسؤوليه ان هو يسبسكرايب على ايفنتس معينه او توبكس معينه هو مهتم يعرف الايفنتس دي لما تحصل، فيبدا بقى ايه يبوب من الكيو وياخد بقى الايفنت ده يكونسيوم. فكره الاسنكرونس كولز معناها ان انا برضو ترجعني للكود اللي لسه كنا جايبينه من شويه، حته اللوب، ان الكونسيومرز اما بيجي ينفذ الفانكشن بتاعته او ينفذ يعني ياخد الايفنت ده يعمله كونسيوم، هو بيعمله على ثريد ثانيه مختلفه، فحتى الريزلت اللي بترجع انا مش مهتم استقبلها على نفس الثريد اللي انا فيها، باخدها على ثريد ثانيه ووقت ما تجيلي يعني عادي. فكده السيستم بقى عادي شغال مع بعض، يعني شغال اسنكرونس مع بعضه ومفيش حاجه معتمد على الثانيه. فمثال بقى على كده من الاول خالص، من اول ما بيحصل بروديوسنج للايفنت لغايه لما بيوصل للكونسيومر، هو بيعدي على مرحلتين. مرحله جنريتنج ايفنتس، ان في بروديوسر عمل ايفنت معين مثلا داس على زرار او عمل سكرول داون او اي حاجه، فعمل فايرنج لايفنت معين. فمثلا الاقي ان بروديوسر ايه عمل ايفنت ايه، بروديوسر واحد عمل ايفنت ايه، بروديوسر 2 عمل بي وسي.
فالايفنت ده بعد ما بيطلع من البروديوسر بيروح على حاجه اسمها التوبيك. التوبيك ده هو زي ما نقول عنوان شايل كل الايفنت اللي تخص التوبيك ده، مثلا حاجه زي الكليك. فده ايه؟ ده يعتبر توبيك. كل الايفنتس اللي كليكت هتروح على المنطقه دي، وهناك بقى بيبقى تبع كل توبيك بيبقى فيه جروب او ليست. الليسته دي ممكن نفكر فيها زي اليوتيوب مثلا، ان كل شانل فيها ليست اوف سبسكرايبرز. واحد مشترك في القناه دي مستني مثلا اليوتيوبر بتاعه اللي هو البروديوسر يبلش فيديو، الفيديو ده بالنسبه لنا هو الايفنت، فالايفنت ده بيروح او الفيديو يعني بيروح على الشانل بتاعته، وكل شانل بيبقى فيه ناس مشتركه فيه. اول ما الفيديو ده بيوصل المشترك بقى بتاعها بيستقبل الفيديو ده ويتفرج عليه، بيكونسيوم الفيديو اللي حصل. فهي دي برضو فكره الايفنت بيزد، ان هو بروديوسر عمل ايفنت راح على توبيك معين، التوبيك ده فيه ليست اوف سبسكرايبرز او يعني كونسيومرز مشتركين في التوبيك ده. اول ما بيجي ايفنت بيجي هم ايه يروح يبول من الايفنت كيو ياخد الايفنت ده ويكونسيوم. فهي دي بقى فكره الايفنت بيزد من الاول للاخر. فعشان نعرف برضو فائده الايفنت بيزد محتاجين نعرف نشوف هنستخدمها ازاي في اللغات المختلفه ونستفيد بيها ازاي. فاول لغه هنتكلم عنها هي جافا سكريبت مع بيتر. طيب يا جماعه احنا هنتكلم على جافا سكريبت از اكزامبل للايفنت بيزد. جافا سكريبت هي ايفنت بيزد بروجرامنج لانجويج بستخدمها في الكلاينت سايد والسيرفر سايد عشان اعمل انتراكتيف ويب بيجز. طيب الايفنتس في الجافا سكريبت ممكن تكون زي ماوس كليك او كي بريس او حتى سكرولنج. ليها ثلاث انواع مينلي يعني. اول حاجه انلاين هاندلرز، انلاين ايفنت هاندلرز، ودوم ايفنت هاندلرز، واد ايفنت لسنر. اول نوع هو انلاين ايفنت هاندلر، ده دي طريقه بكتب بيها الايفنت هاندلر في ال HTML فايل. الطريقه دي مش مستخدمه كتير عشان هي بتبقى في كونسترينز على ال HTML فايل ده، والسبب تاني برده حته نظام ان انا بحب اخلي كل فايل الكود بتاع فايل لوحده، ال HTML لوحده والجافا لوحده. وبرده الطريقه دي مش بتديني فرصه ان انا اعمل ايفنتس كتير. يعني هنا عملت ايفنت اسمه اون كليك، لما اعمل كليك على البتن ده هيتنادى الفانكشن دي، فهي مش بتديني فرصه ان انا اعمل ايفنتس كتير. تاني طريقه هي دوم اون ايفنت هاندلر. الطريقه دي السنتكس بتاعها بيبقى الاليمنت اللي انا هعمل عليه الايفنت، وبعدين اكتب اون واسم الايفنت، وبعدين الفانكشن اللي هي تتنادى. هنا انا اهو بنادي بمسك الزرار اللي اسمه ماي بتن ده، ولما اعمل عليه كليك هيدسبلاي الديت. هتلاقوا في النوتس بتاعه البرزنتيشن لينكات فيها الكود ده، وان انت ممكن ترنه وتجرب يعني. الطريقه دي فيها عيب واحد بس، ان انا مش بعرف اعمل اكتر من ايفنت هاندلر لنفس الايفنت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عملت هنا كليك على البتن ده، مش هعرف اخلي كذا فانكشن تتنادى لما اعمل الايفنت ده. عشان كده استخدمنا اد ايفنت لسنر. اد ايفنت لسنر بتديني الاوبشن ان انا اعمل كذا فانكشن تتنادى لما اعمل كليك. هنا لما اعمل كليك على البتن اللي اسمه اكس فهتتنادى الفانكشن ماي فانكشن دي، وبعدين الفانكشن الثانيه هتتنادى. دول كانوا انواع الايفنتس في الجافا سكريبت. هنتكلم على حاجه اسمها ايفنت لوب. ايفنت لوب هي الطريقه اللي جافا سكريبت فيها بتتعامل مع الايفنتس. قبل ما نتكلم على جافا سكريبت والايفنت لوب هنقول معلومه كده. جافا سكريبت هي سنجل ثريدد بروجرامنج لانجويج ويز اسينكرونس اكسكيوشن موديل. ركز هنا على كلمتين سنجل ثريدد وسينكرونس. يعني ايه سنجل ثريدد؟ سنجل ثريد ببساطه يعني عندي مين ثريد هي اللي بتعمل لي كل الشغل بتاعي، هي اللي هتعمل اي فانكشن، هي اللي هتهندل اي ايفنت. الطريقه دي ممكن تعمل لي مشكله في الحقيقه. ايه المشكله؟ لو عندي فاتح البراوزر بتاعي عندي كذا ويب سايت، لو ويب سايت من الويب سايتس دي بطيء او دخل في انفينيت لوب او حصل فيه اي مشكله كده، البراوزر بتاعي كله هيهنج كده ومش هعرف ياخد اي ريسبونس من اليوزر. فده عيب السنجل ثريدد. تاني كلمه سينكرونس. قبل ما اتكلم على سينكرونس والاسينكرونس خلينا نبص للموضوع هنا بنظره مختلفه. يعني هنا انا عندي سنجل ثريد، ازاي اصلا هيكون عندي حاجه اسينكرونس او سينكرونس؟ يعني انا ما عنديش بيس اوف كود وبهندل انهي ثريد هي اللي هتكسكيوت الكود ده دلوقتي. فخلينا نقول تعريف مبدئي كده للسينكرونس والاسينكرونس. السينكرونس هو ان انا شغال لاين باي لاين او ستيتمنت باي ستيتمنت، بخلص فانكشن وبعد ما اخلص الفانكشن دي مش هخش على اللي بعدها غير لما اكون خلصتها. ده السينكرونس. يعني ايه السينكرونس؟ كتعريف مبدئي برضو ان انا هبتدي فانكشن دلوقتي واخلصها بعد شويه. يعني انا هبتدي الفانكشن دي هشتغل فيها دلوقتي وبعدين هكملها بعد شويه. تعال ناخد اكزامبل على السينكرونس. هنا انا عندي ثلاثه فانكشنز فيرست وسكند وثيرد، وعامل لهم كول بالترتيب بتاعهم. فانكشن فيرست برنت واحد، فانكشن سكند برنت اثنين، وفانكشن ثيرد برنت ثلاثه. عشان انا شغال سينكرونس يعني فانكشن باي فانكشن، فالاوتبوت المتوقع هيكون واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه. ده اصلا باي ديفولت الجافا سكريبت بتشتغل سينكرونس. طيب الطريقه دي ممكن تعمل لي مشكله؟
حد عنده فكره طريقه دي ممكن تعملي مشكله في ايه كويب بيج يعني؟ اتفضل. بالظبط بالظبط. في الاكزامبل ده انا عندي المين ثريد شغال عندي، هتشتغل على ستيتمنت واحد وبعدين ستيتمنت اثنين وبعدين ستيتمنت ثلاثه. نفترض كان ستيتمنت اثنين دي زي ما قال احمد بتاخد وقت، هتعمل مثلا ريكويست للداتا بيز هتاخد ثانيه او اثنين او ثلاثه، فكده المين ثريد بتاعتي اول ما توصل لستيتمنت اثنين هتفضل واقفه هنا مش بتاخد اي ريسبونس من اليوزر. لو اليوزر عمل اي ايفنت مش هتاخده منه، لكن هتفضل واقفه هنا مستنيه تخلص الستيتمنت دي. فهي دي المشكله، والمشكله دي بنسميها بلوكينج. البلوكينج بيحصل امتى؟ لما اكون شغال سينكرونس وسنجل ثريدد في الكيس بتاعتنا هنا، ومش هعرف اعمل اي حاجه غير لما اخلص الستيتمنت دي عشان هي بتاخد وقت. طيب هنا بقى يجي لنا الاسينكرونس يحل لنا المشكله دي. الاسينكرونس يحل لنا المشكله دي ازاي؟ نفس الكيس بالظبط، هيجي لو انا شغال اسينكرونس المين ثريد هتيجي هنا هتبتدي في الفانكشن دي لكن مش هتخلصها دلوقتي. هتبتدي في ستيتمنت 2 لكن هتسيبها لما لقيتها بتاخد وقت، هتسيب الستيتمنت دي دلوقتي وتخش على ستيتمنت 3. لما ستيتمنت 3 تخلص هرجع اعمل ستيتمنت 2، وبعد ستيتمنت 2 ما تخلص هعمل حاجه اسمها كول باك فانكشن. ايه الكول باك فانكشن؟ هي فانكشن بتتنادى بعد ما ستيتمنت 2 دي تخلص الشغل بتاعها. يبقى انا اول ما المين ثريد هتيجي هتلاقي ستيتمنت 2 دي بتاخد وقت، هتسيب ستيتمنت 2 وتكمل الشغل بتاعها عند ستيتمنت 3، واول ما ستيتمنت 2 دي تخلص هعمل حاجه اسمها كول باك فانكشن. طب تمام، تعالوا ناخد اكزامبل نفهم بيه اكتر. عشان نفهم الموضوع ده في الجافا سكريبت هنستخدم فانكشن اسمها سيت تايم اوت. سيت تايم اوت دي فانكشن بتاخد تو بارامترز، اول بارامتر هو تايم معين بالملي ثانيه، وتاني حاجه الكول باك فانكشن اللي اتكلمنا عليها. هنا بقول بعد 200 ملي ثانيه هيعمل لي الفانكشن اللي هي كونسول دوت لوج دي ان هو يبرنت رقم 2. فهو ده زي الكود بتاع السنكرونس، لكن الاختلاف فانكشن سيت تايم اوت دي. تفتكروا فانكشن سيت تايم اوت دي تكون سنكرونس ولا اسنكرونس؟ بالمنطق كده ان هي لازم تكون اسينكرونس. ليه؟ عشان لو هي سينكرونس انا كده هفضل ماشي في المين ثريد، ولما اجي عند اللاين ده هفضل مستني الثانيتين بتوعي مش بعمل اي حاجه لحد ما يخلصوا. فالفانكشن دي لازم تكون اسينكرونس. طب تمام، الاوتبوت المتوقع هنا هيبقى ايه؟ على حسب الكلام اللي احنا قلناه كده. حد عنده فكره؟ انا هبتدي لقيت الفانكشن دي بتاخد وقت، لكن لما لقيتها بتاخد وقت هسيبها واكمل الشغل بتاعي. اتفضل. بالظبط. الاوتبوت هيبقى واحد وبعدين ثلاثه وبعدين اثنين. ليه؟ لما المين ثريد لقيت الفانكشن رقم اثنين دي بتاخد وقت سابتها وكملت الشغل بتاعها. هنفهم اكتر قدام ازاي ده بيحصل، وده من خلال الايفنت لوب. الايفنت لوب بتستخدم حاجتين، حاجه اسمها ستاك وحاجه اسمها كيو عشان تهندل الموضوع ده. احنا زي ما قلنا احنا عندنا مين ثريد، ما عندناش اكتر من ثريد اصلا. اول حاجه الستاك. الستاك ده حاجه بنسميها كول ستاك. الكول ستاك ده بيعمل ايه؟ هو بيشيل الرننج فانكشنز. يعني لو انا لو في بالاكزامبل كده فانكشن A بتكون ريكيرسيفلي فانكشن B، وفانكشن B بتكون ريكيرسيفلي فانكشن C، فالستاك هيبقى بالمنظر ده. هيخش جواه فانكشن A اول ما اعمل لها كول، وبعدين فانكشن B هتخش، وبعدين فانكشن C هتخش. طب تمام، الكول ستاك بيشيل الرننج فانكشنز. طيب خلينا نشوف المثال بتاع السنكرونس. هنا الستاك هيبقى جواه ايه؟ انا عملت كل فيرست واحنا شغالين سنكرونس، فمش هخش على بعدها غير لما اخلصها. ففيرست هتخش، مش عارف انتوا شايفين مني ولا لا بصراحه. فيرست هتخش الستاك وبعدين هتخلص وتخرج، سكند نفس الكلام، وثيرد نفس الكلام. فتلاحظ هنا ان الكل ستاك ما فيهوش غير فانكشن واحده ات تايم عشان انا شغال سنكرونس. انا كل فانكشن هتخش تخلص وتخرج، ده كان السنكرونس. طب الاسنكرونس احنا كلنا متفقين فانكشن فيرست دي فانكشن سنكرونس عادي، هتخش الستاك وتخلص وبعدين اخرجها واخش على الفانكشنز اللي بعديها. فانكشن سكند دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هتخش الستاك وبعدين لقيت الفانكشن دي بتاخد وقت، فانا هخرج الفانكشن دي من الستاك واحطها في حته ثانيه وبعدين اكمل في فانكشن ثيرد. فهنا ظهرت الحاجه اللي مكان ثاني احط فيه الفانكشنز الاسينكرونس عشان بعد ما اخلص كل الفانكشنز السينكرونس دي ارجع اعملها. وهنا ظهرت الحاجه اللي الايفنت كيو. الكيو بتاعنا حاجه بنسميها ايفنت كيو. الايفنت كيو هو المكان اللي بحط فيه الفانكشنز الاسينكرونس. لما اخلص كل الفانكشنز السينكرونس ماشي هرجع اعمل لوب اسمها الايفنت لوب على الكيو عشان اعمل كل الفانكشنز الاسينكرونس. يبقى تعالوا نشوف اكزامبل عشان نفهم اكتر. ده الاكزامبل بتاعنا فيرست وسكند وثيرد، وعندي سيت تايم اوت. فالستاك هيبقى عامل ازاي؟ هدخل فانكشنز ان فيرست، هتخش الستاك وتخرج، وبعدين فانكشن سكند هتخش الستاك، وبعدين لقيت الفانكشن دي بتاخد وقت، هعمل ايه؟ هروح مدخلها الكيو وابتدي التايمر اللي هو 2000 ملي ثانيه، وبعدين اخرجها تاني من الكيو، وبعدين هكمل شغلي بتاعي واروح لفانكشن ثيرد وادخلها الكيو اخلصها عشان الفانكشن دي سينكرونس، وبعدين اخرجها. بعد ما الكل ستاك بقى فاضي
يعني بعد ما خلصت كل السينكرونس فانكشنز هبتدي اعمل السينكرونس فانكشن دي. يبقى انا بعمل السينكرونس فانكشنز امتى؟ في تو اوبشنز، ان انا او نفس الكيس يعتبر بس بطريقه مختلفه، ان انا خلصت كل السينكرونس فانكشن، لو خلصت كل السينكرونس فانكشن او الكل ستاك بقى فاضي. عشان كل ستاك يكون فاضي لازم اكون اصلا خلصت كل السينكرونس فانكشنز. طب تمام، طب انا دلوقتي اعمل فانكشن اسمها سكند دي؟ لا، عشان اعمل فانكشن سكند دي لازم شرطين يتحققوا. اول شرط ان التايمر ده يخلص، ان ال 2000 ثانيه 2000 ملي ثانيه دول يخلصوا. طيب تاني شرط ان لازم يكون الكل ستاك فاضي، عشان اصلا مش هعمل لوب على الكيو ده غير لما يكون الكل ستاك فاضي. تمام، فبعد كده بعد ما اعمل ايفنت لوب على الايفنت كيو هخرج فانكشن سكند وبعدين ادخلها تاني كل ستاك، هنفذها وبعدين تخرج. هنا سؤال بسيط قوي كده، انا لو خليت التايم ده بزيرو ايه اللي هيحصل؟ يعني اتفضل يعني الاوتبوت هيبقى ايه؟ الاوتبوت هيبقى ايه؟ مين عنده فكره؟ اتفضل. برضه صح، هي الفكره في ايه؟ انا زي ما قلت عندي تو كونديشنز عشان اشتغل واعمل فانكشن سكند دي. ايه اول كونديشن؟ ان التايمر ده يخلص. طب هو بزيرو هو خلصان. ايه تاني كونديشن؟ ان انا اكون خلصت كل السنكرونس فانكشنز، يعني لازم تكون فيرست خلصت وسكند خلصت عشان ابتدي اصلا اعمل، تكون انا اسف فيرست خلصت وثيرد خلصت عشان ابتدي اصلا اعمل سكند. يبقى لازم اكون خلصت دول، ده اول شرط. تاني شرط ان التايم ده خلص. فالاوتبوت برضه لو انا خليت دي بزيرو هيبقى واحد وبعدين ثلاثه وبعدين اثنين. اتفضل. لا انا مش سامع. لا هي بتبقى ثابته، ما حدش يعني انا عندي ثريد واحده، فثريد واحده دي اصلا هي بتبقى شغاله على الفانكشنز اللي في كل ستاك. هي هتخش الايفنت كيو عشان تستنى الفانكشنز اللي في كل ستاك دي تخلص، وبعدين اعمل الايفنت لوب على الكيو ماشي عشان اطلع الفانكشنز اللي هنا دي وارجعها تاني كل ستاك واشتغل عليها. فهي هنا هي مش بيحصل لها اكسكيوشن. حد عنده سؤال يا جماعه؟ اتفضل. لا تاني. هو كيو فيرست كوم فيرست سيرف، مش وقت كتير على حسب الترتيب، على حسب دخلت الاول يعني مين جه الاول. لا لا مش بريوتي كيو، هو فيرست كوم فيرست سيرف، اللي هيجي الاول هو اللي هيتعمل. اي سؤال يا جماعه؟ طيب دلوقتي مارك هيكلمنا عن الفرق بين الايفنت والثريد. طيب احنا دلوقتي المفروض عرفنا الايفنت بيشتغل ازاي، عرفنا كل حاجه عن الايفنت بيشتغل ازاي وكده، وقلنا في المحاضرات اللي فاتت عرفنا الثريد مميزاته وعيوبه وكده. فهن بس هنفتكر مع بعض العيوب بتاعه الثريد. اول حاجه مشكله في الثريد هي ان هو محتاج سينكرونايزيشن وبيحصل فيه مشاكل زي الديد لوكس والرن الريس كونديشن ومشاكل تانية كتير. يعني ده بسبب ان لازم تكون بيبقى في حاجات بارلل شغاله في نفس الوقت. تاني مشكله ان هو هارد كود، لازم تكون حد يعني بروفيشنال عشان يعرف يكتب كود بالثريدز ويكون برضه يستخدم الحاجات بتاعه السينكرونايزيشن لو في تو ثريدز بيأكسسوا نفس الفاريبل وكده. تالت حاجه ان هو هارد تو ديبج، لو انت مثلا بتعمل بالديبج باستخدام برنت اف او كده هيكون يعني مش كل مره هيطلع لك نفس الاوتبوت، مش كل مره لو انت طبعت حاجه هتتبع لك بنفس الترتيب. لا ده بيبقى على حسب اني ثريد دخلت الاول واني ثريد طبعت الاول. ميزه في الثريدز هو ان انت ممكن لو زودت عدد السي بي يوز هتقدر تحسن البرفورمانس بتاعت اللي انت بتعمله. يعني كمان ميزه في الثريد هي انك لو انت بتشتغل على حاجه محتاجه وقت طويل تشتغل، يعني مثلا لو انت بتعمل statistics مثلا على تعداد السكان في مصر او حاجه زي حاجه محتاجه وقت طويل running طويل، يعني هتبقى محتاج تستخدم threads، لان انت مش مثلا وانت شغال تلاقي حد ده زرار فانت تروح تنفذ الهاندلر بتاع الزرار وتسيب اللي انت بتعمله. ماشي. في الايفنت بقى ميزه في الايفنت انت ولا عندك synchronization، ما عندكش deadlocks، ما عندكش race conditions، ما عندكش اصلا concurrence، ما فيش حاجات شغاله في نفس الوقت، ما فيش parallelism. تاني حاجه ان هو سيمبل زي ما هنشوف في نود جي اس او رياكت او زي ما شفنا كمان في جافا سكريبت، طريقه كتابته سهله، مش محتاج تعمل حاجه غير انت تكتب فانكشن بعدها تكتب الكول باك فانكشن بس كده، مالكش دعوه بقى ايه اللي بيحصل، مش بتكرييت ثريد، مش بتجوين، مش بتعمل حاجه زي كده. حاجه كمان هي ليها علاقه بالديبج، ان الديبجنج في الايفنت ملوش دعوه بانهي ثريد دخلت الاول فهتطبع الاول، انت لو حصل ايفنت هيحصل الهاندلر بتاعه،
مش لازم يحصل في وقتها بالظبط، بس على حسب الايفنت كيو، مش على حسب اني ثريد دخلت نفذته الاول، لان كده كده مفيش غير ثريد واحده بس اللي هي فيها اللوب دي. اخر حاجه هي مش عيب ومش حاجه يعني غلط يعني في الايفنت، بس هو انت لو زودت السي بي يوز مش هتحسن قوي البرفورمانس بتاعه، لان انت في الاخر عندك لوب واحده، مش لو زودت عدد السي بي يوز هتحسن الاداء بتاعه يعني. طب واحنا ليه اصلا بنقارن ما بين الايفنت والثريد، مع ان دول حاجتين ما لهمش دعوه ببعض؟ هي قبل ما اقول يعني الحته دي، امتى تستخدم الثريدز؟ هي انت بتستخدم الثريد لما يكون عندك كونكرنسي فعلا، لو انت محتاج حاجات تشتغل في نفس الوقت، مش حاجات ليها علاقه بالايفنت، مش دوسه زرار او حاجه زي كده. لما يكون عندك حاجات ليها علاقه بالجي او اي او ببوتن كليك او بحاجات زي كده تستخدم الايفنت. غير كده لو انت في باراليليزم محتاج تقسم الشغل بتاعك، هنا تستخدم الثريدز. طب احنا ليه بنقارن؟ احنا مش بنقارن في العموم، احنا بنقارن في حاجات زي السيرفر، حاجات زي طريقه تعامل السيرفر مع الريكوست اللي بتجيله. في الثريد دريفن اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ انا جالي ريكوست، فكل ما بيجي لي ريكوست وهم بكاري ثريد، جالي ريكوست بكاري ثريد، جالي ريكوست بكاري ثريد، وهكذا زي ما كان بشوي قال يعني. فهنا مثلا ده ريكوست سهل، مثلا حاجه زي حد عمل لايك على صوره فخلاص هو اتعمل وخلص خلاص. نفس الكلام هنا، بس هنا ايه اللي حصل؟ هنا ان في ريكوست جه، فالريكوست ده مثلا محتاج الريكوست اللي بعده معتمد عليه. هنا في تو ريكوست من نفس الريكوست، فعملت تو ثريدز ماشيين ورا بعض، فالثريد اللي ورا معتمد على الثريد اللي قدام. ليه؟ يعني مثلا لو الثريد الاول، لو انا بعمل مثلا ساين اب على ابلكيشن باستخدام الجيميل، فانا الاول اللي هيحصل هروح اجيب الايميل والباسورد بتوعي من الجيميل، بعدين اعمل ساين اب. فانا مش هعرف اساين اب غير لما الايميل والباسورد يجوا لي، فهنا انا بضيع سايكلز على الفاضي، مش السي بي يو مش بيعمل اي حاجه. وهنا نفس الكلام برضه. في مشكله كمان، ان انا لما بكاري نيو ثريد ده بيعمل اوفر هيد، فنفس الفكره ان انا لو عندي مليون ريكوست هبقى كاريت مليون ثريد، وده هيعمل اوفر هيد كبير جدا. ماشي. في الايفنت بقى موضوع مختلف، كل ما بيجي لي ريكوست انا بدخله في الايفنت لوب، وهو الايفنت لوب ده هو سنجل ثريد، مش بكاري نيو ثريد، مش بعمل حاجه فيها اوفر هيد زي الثريد. فاول لما بيجي الايفنت ده عليه الدور بدخله في بي ثريد تتعامل معاه، انا ماليش دعوه بقى بالكلام ده، هي بتتعامل معاه وبكمل الايفنت بتاعي. الايفنت اللي عليه الدور بيروح يتنفذ، ولما يجي لي ريسبونس ابقى اتعامل معاه. بس هي دي الفكره في المقارنه يعني ما بينهم في السيرفر. حد عنده مشكله في الحته دي؟ اوكي ماشي. دي برده صوره كمان بتوضح يعني الفرق ما بينهم. في الثريدز هتلاقي هنا ايه، في ريكوست ايه جه، فعمل نيو ثريد اللي هي بالازرق الطويله دي، فالثريد دي مش هتخلص غير لما الريسبونس يجي. نفس الكلام ريكوست بي جت عمل الثريد، مش هتخلص غير لما الريسبونس يجي. كل ما بيجي ريكوست بيعمل ثريد جديده. فالاقي هنا ايه، عن تايم 3 الاقي عندي 3 ثريدز ما بيعملوش حاجه، ما فيش اي حاجه بتحصل. فالايفنت بقى عالجت الموضوع ده ازاي؟ انا دلوقتي في طول الوقت بتاعي انا عندي ثريد واحده بس اللي شغاله. هنا الارقام اللي موجوده هنا دي عدد الثريدز اللي شغاله. فالريكوست جه وخلاص، بعته للداتا بيز، هو بقى يتعامل لما يجي لي ريسبونس هبقى اتعامل. نفس الكلام ريكوست بي جت وخلاص، مفيش كذا ثريد موجوده. نفس الكلام الاول لما بيجي ريسبونس، يعني بعدها بشويه بيجي ريسبونس من الداتا بيز، يعني الداتا بيز هي اللي بتتعامل بالثريدز، او هي اللي بتتعامل مع الريكوست بتاعي، مش انا اللي بفضل واقف مستنيه. طيب اخر حاجه هقولها هي امتى يعني زي ما قلت برده من شويه، امتى تستخدم الثريدز وامتى تستخدم الايفنتس. هتستخدم الايفنتس اول لما يكون عندك حاجات محتاجه فيها يو اي كتير او جي اي كتير، يعني زي الويب ابلكيشنز او الموبايل ديفلوبمنت او الجيم ديفلوبمنت، حتى هتلاقي فيها حاجات كتيره محتاجه مثلا زراير او كده. محتاج ثريدز امتى؟ اول لما يكون عندي حاجات كونكرنت، محتاجه كونكرنس، محتاجه باراليز، محتاجه اقسمها على كذا حته يعني. بس دي كده المقارنه بينهم. دلوقتي هنشوف ازاي بنكتب ايفنت باستخدام النود جي اس والرياكت وكده. دلوقتي هتكلم عن النود جي اس وازاي بنستخدم الايفنت دريفن بروجرامنج. في البدايه حد عنده فكره ايه النود جي اس؟ طيب النود جي اس هي اسينكرونس ايفنت دريفن جافا سكريبت ران تايم. يعني ايه الكلام ده؟
في الاول خليني اقول حاجات كده عن الجافا سكريبت. تاني هي الجافا سكريبت في الاساس كانت معموله عشان ترامب في البراوزرز عشان تمانيبيوليت الدوم والبيج اللي اتعمل لها لود قبل كده في البراوزر. يعني لو اي حاجه انتر اكتف مع اليوزر عايز يظهر له بوب اب ويندو او مودل ويندو الكلام ده كله بيبقى عن طريق الجافا سكريبت. طيب فالنود جي اس هي بتخليني اقدر ارن الجافا سكريبت بره البراوزر يعني على السيرفر سايد يعني على اي ماشين عادي. فاحنا نقدر نقول ان النود جي اس هي ديفرنت فيرجن من الجافا سكريبت هي مينلي بيزد عليها بس بدات عليها سام فيتشرز ثانيه عشان تخليني اقدر ارن الجافا سكريبت بره البراوزر. فهو ده النود جي اس يعني اختصارا. طيب النود جي اس بيزد على الفي 8 جافا سكريبت انجن. الفي 8 جافا سكريبت انجن هي الانجن اللي جوجل عاملاها عشان ترن الجافا سكريبت في على جوجل كروم. ف والانجن باختصار الانجن هي الحاجه اللي بتاخد الجافا سكريبت كود وتحوله لماشين كود عشان اقدر ارنه على البروسيسور يعني. طيب دلوقتي هتكلم عن الايفنتس في النود جي اس. هي تقريبا زي الايفنتس في الجافا سكريبت العاديه بس الفرق ان هنا بيبقى فيه موديولز بتخليني اقدر اعمل ايفنتس زي ما انا عايز. يعني مش شرط الحاجات اللي هي كي بريس او كي داون او ماوس كليك، لا ممكن اعمل ايفنتس باي اسم انا عايزه عادي على حسب الابلكيشن مثلا اللي انا عايزه. بس هي بنفس الطريقه يعني بيبقى في ايميتر بيعمل ايميت للايفنت وليسنر بيليسن على الايفنت ده وانس انه جيت فاير بيعمل كول للكول باك فانكشن اللي هي بتبقى اتاتشد للايفنت ليسنر يعني. ف لو جينا مثلا نتخيل ان احنا في عندنا شات روم ومحتاج ان انا كل لما يوزر جديد يعمل لوجن او حاجه كل اليوزرز الموجودين يجي لهم نوتيفيكيشن ان في يوزر جديد دخل او كده. فممكن نتخيل ان احنا هنعمل في الفانكشن بتاعت اللوجن اخليها بتيميت ايفنت معين وانا بكون بلسن على الايفنت ده وعامل كول باك فانكشن ان هي مثلا بتبعت لكل اليوزرز نوتيفيكيشن او بوب اب ويندو او اي حاجه تظهر له ان في يوزر معين دخل جوين يعني دلوقتي او كده. فلو جينا نبص هنا في الكود دلوقتي في الايفنتس موديول ده انا بعمل له ريكواير وباخد منه الايفنت ايميتر بخزنه عندي فاريبل. دي الطريقه يعني اللي انا لما باجي اعمل امبورت الموديول او كده في النود جي اس بنستخدمها زي الهاش انكلوب مثلا في سي بلس بلس. وبعدين بعمل منه نيو اوبجكت وبعد كده شات روم ايفنتس ده كده الاوبجكت بتاعي اللي انا بعد كده هستخدمه عشان ايميت اي ايفنت او اليسن على اي ايفنت او كده. وبعدين هنا في فانكشن بتاخد يوزر نيم وبتطبع المسج دي في الكونسول. فلو جينا بعد كده مثلا شفنا هنا في شات روم ايفنتس ده الاوبجكت بتاعي. هو انا هتكلم على في ثلاثه ميثودز هتكلم عنهم في الموديول دي اللي هي دوت اون وفي واحده هتبقى كمان شويه. بتاخد الايفنت اللي هي هتلسن عليه والكول باك فانكشن اللي هتعمل لها كول. دي اللي هي الفانكشن اون بتاعت الاوبجكت اللي هو من نوع ايفنت ايميتر. وبعدين هنا في فانكشن لوجن بتاخد يوزر نيم وبتعمل ايميت للايفنت اللي هو يوزر جوينت ده. وفي بارامتر تاني. ايه البارامتر ده؟ الفانكشن دي بتاخد ممكن تاخد اكتر من بارامتر مش شرط عدد ثابت بس اول واحد بيبقى الايفنت اللي هي هتعمل له ايميت وبعد كده البارامترز الثانيه دول اللي بتبعتهم للكول باك فانكشن. يعني ممكن يبقى اكتر من بارامتر او اقل على حسب الفانكشن بتاعت الكول باك دي مستنيه ايه. فهي دلوقتي كده هتعمل ايميت للايفنت ده والكول باك فانكشن هيخش لها البارامتر ده. فلو جينا مثلا عملت لوجن كده فهي الفانكشن دي هيتعمل لها كول وهتعمل ايميت للايفنت ده والليسنر هنا هيعمل كل الكول باك فانكشن بالبارامتر الارجيومنت بتاعها هيبقى هو اليوزر نيم ده. فالاوتبوت بتاع الكود ده هو هيبقى زي ما احنا شايفين كده يعني. طيب هتكلم دلوقتي عن الفرق بين اثنين ميثودز في الايميتر الايفنت ايميتر كلاس ده الاون والوانس. هو اظن ان هما باين من اسمهم يعني الاون ان هو كل مره هي طبعا مش بتبقى بارامترز فاضيه يعني لازم على الاقل يكون فيها الايفنت اللي هي هتعمل له ايميت. الاون كل مره الايفنت ده بيتعمل له فاير بتعمل كل الكول باك فانكشن كل مره. لكن الوانس اول مره بس اكيد هيبقى فيها ابلكيشنز مثلا انا محتاج ان انا اليسن على ايفنت معين اول مره بس ان هو يحصل يعني. و بس دلوقتي هيكمل معاكم هنا في الرياكت بيمو. طيب يا شباب احنا اتكلمنا على الايفنت بيز وتعلمنا ازاي نكتبه بالجافا سكريبت وخدنا اكزامبل في الباك اند مع نود جي اس ودلوقتي هناخد اكزامبل فرونت اند مع رياكت جي اس. طيب مبدئيا رياكت هو فري واوبن سورس فرونت اند جافا سكريبت لايبرري
بنستخدمه علشان نبني بيه اليو اي، مبني على حاجه اسمها يو اي كومبوننتس، وشركه ميتا هي اللي عملته، اللي هي كانت فيسبوك زمان يعني. طيب قبل ما نتكلم على الايفنت بيزد برياكت جي اس، محتاجين نعرف اصلا ايه هو رياكت، او نبتدي على الاقل بازاي نقدر نكتبه يعني بملخص سريع كده. طيب رياكت جي اس هو لايبراري عاديه جدا في جافا سكريبت، فبديهي عشان نكتبه بنكتب جافا سكريبت عادي جدا، ولكن هم قرروا يزودوا اكستنشن على الجافا سكريبت. الاكستنشن دوت اسمه جي اس اكس، والحته الزياده اللي هم زودوها ان هم خلوني اقدر اعمل فاريبل عادي جدا، ولكن الفاريبل دوت اقدر اكتب جواه element HTML عادي جدا من غير ما يبقى جوه string. تمام. طيب عرفنا الحته الزياده اللي هم زودوها على جافا سكريبت، ندخل بعد كده على الاستراكشر بتاع الكود، او ازاي اصلا الكود بتاع رياكت بيتكون. زي ما قلنا في اول سلايد، كود رياكت بيتكون او مبني على حاجه اسمها يو اي كومبوننتس. فانا عشان اكتب كود رياكت بعمل الكومبوننتس ديت. طب ازاي بعمل الكومبوننت؟ انا مبدئيا بعمل كلاس عادي جدا، بس عشان الكلاس دوت اقدر اسميه رياكت كومبوننت لازم في شرطين يتحققوا فيه. اول شرط ان هو لازم ينهرت او يكستند من كلاس اسمه رياكت كومبوننت. تمام. بعد ما عمل انهرت منه، الشرط الثاني ان هو يوفررايد على فانكشن اسمها ريندر موجوده في الكلاس بتاع رياكت كومبوننت. ده شبه قوي في الجافا لما يبقى عندي كلاس بيمبلمنت فانكشن رانبل، وانا بروح اعمل اوفررايد على فانكشن ران. هنا نفس الكلام، انا بعمل اوفررايد لفانكشن ريندر. طيب فانكشن ريندر دي ايه هدفها في الحياه او ايه لازمتها؟ فانكشن ريندر كل اللي هي بتعمله ان هي بترجع لي او بتعمل ريتيرن ل HTML element انا بعد كده اقدر استخدمه واحطه في صفحه ال HTML بتاعتي. طيب حلو، انا كده عملت كلاس، عملت الرياكت كومبوننت، محتاج استخدمه. فبديهي عشان استخدم اي كلاس محتاج اعمل منه اوبجكت. فعشان نعمل اوبجكت من الرياكت كومبوننت، احنا مش بنعمله في صوره الاوبجكت العادي اللي هو مثلا كونست اوبجكت بتساوي نيو اوبجكت او حاجه، لا احنا بنعمله هنا بطريقه مختلفه. ان انا باجي بفتح انجل براكت وبكتب جواه اسم الكلاس بتاعي اكني هكتب element HTML. يعني في HTML انا عشان اعمل اوبجكت او اعمل element منها بفتح انجل براكت وبكتب جواه مثلا H1 او P حسب الحاجه اللي انا عايز اعملها. انا هنا بعمل نفس الحاجه ولكن بكتب الكلاس اللي انا عامله اللي هو بيبقى user defined. تمام. تعالوا نبص هنا تاني على فانكشن الريندر، هتلاقي ان هي بترجع لي H1. ال H1 دوت اللي هو header يعني مكتوب جواه كلمه hello، بعديها مكتوب this.properties.name. فده فيما معناه ان انا في بروبرتي هتجيلي من مكان ما اسمها نيم، فانا محتاج اطبعها بعد الهلو. فالبروبرتي دي انا ببعتها له لما اجي اكريت الاوبجكت بتاعي، بكتب كلمه ويلكم اللي هو اسم كلاس، بعديها بكتب نيم اللي هو البروبرتي اللي انا مستنيها، وببعت النيم اللي انا عايزه. طيب حلو، انا دلوقتي عملت كلاس، عملت منه اوبجكت، محتاج بقى اعرضه على صفحه ال HTML بتاعتي. عشان ابعته لصفحه ال HTML يجي هنا دور كلاس مهم قوي اسمه رياكت دوم، او لايبرري مهم قوي اسمها رياكت دوم. رياكت دوم دي اهم ميزه فيها ان انا اقدر استخدم فانكشن ستاتيك فيها اسمها ريندر. فانكشن ريندر دي انا ببعت لها الرياكت كومبوننت اللي انا عامله، وببعت لها المكان اللي في صفحه ال HTML اللي انا عايز احط جواها الاليمنت دوت. تمام. طيب بعد ما عرفنا ايه هو رياكت، محتاجين نعرف ايه الفرق بين الايفنت بيزد بروجرامنج في رياكت جي اس وفي ال HTML العادي. طيب مبدئيا في ال HTML العادي زي ما شفنا ان انا بكتب اسم الايفنت اللي هو اون كليك مثلا، بيكون مكتوب كله بحروف لور كيس، ولكن في رياكت جي اس اسم الايفنت بيكون مكتوب بطريقه الكامل كيس، اللي هو اول حرف من اول كلمه بيكون سمول، واول حرف من بقيه الكلمات كلها بيكون كابيتال زي ما بنكتب في C++ كده. طيب تاني اختلاف معانا ان في ال HTML انا بروح ابعت اسم الفانكشن في شكل سترنج، وهو بعد كده بيروح يدور عليها في فايل الجافا سكريبت، ولكن في رياكت بما ان انا اصلا بكتب الكود بتاعي جوه فايل الجافا سكريبت، فانا ببعت له ريفرنس للفانكشن بتاعتي على طول، او ببعت اسمها على طول من غير ما تبقى جوه سترنج. تمام. طيب ناخد اكزامبل سريع على الايفنت هاندلنج باستخدام رياكت. انا مبدئيا هعمل كلاس عادي زي ما اتفقنا، هحقق الشرطين بتوعه ان هو اكستند من كلاس كومبوننت وان هو يوفررايد على فانكشن ريندر. تعالوا نبص هنا على فانكشن ريندر، هنلاقي ان هي بترجع بوتن. البوتن دوت انا حاطط عليه ايفنت ان اون كليك نفذ لي الفانكشن اللي اسمها هاندل كليك. طب تعالوا نشوف مين هاندل كليك دي. هاندل كليك دي كل بتعمله ان هي بتطبع في الكونسول ان في كليك حصل. تمام. فبالتالي الزرار دوت بعد ما ارجعه واعرضه صفحه ال HTML بتاعتي، لما ادوس عليه هلاقي اللي بيحصل ان بيطبع لي كلمه كليك هابند على الكونسول. طيب تعالوا نبص سريعا كده على الكونستراكتور بتاع الكلاس دوت، هنلاقي في سطر مهم قوي هنا اسمه سطر البايندنج. طب يعني ايه بايندنج، وهو ليه مهم اصلا، او ليه بعمله؟ الفكره ان انا هنا كاتب this.handleClick.
ولكن في حاجه في جافا سكريبت ان مش دايما كلمه زيز دي هتكون بتشاور على الاوبجكت اللي من كلاس فوق، فهو ممكن يعني في اي موقف او في اي ظرف لو كلمه زيز دي بتشاور على حاجه ثانيه مش هيلاقي فانكشن هاند كليك. فانا بعمل حاجه اسمها بايندنج عشان اعرفه ان في اي حته هتلاقيني كاتب فيها زيز دوت هاند كليك انا قصدي بيها زيز بتاعه الكلاس دوت علشان ما تروحش تدور لي عليها في حته ثانيه. طيب ناخد شويه اكزامبلز على الايفنت اللي رياكت بيسبورتها وبيخلينا اكتبها معايا. مثلا كليب بورد ايفنت زي مثلا لما اعمل كوبي او كات او بيست الحاجه، عندنا كيبورد ايفنت زي لما ادوس على زرار او اشيل ايدي من على زرار، عندنا ماوس ايفنت، ماوس ايفنت زي مثلا لما ادوس على حاجه او ادوس كليك يمين او ادراج حاجه، عندنا يو اي ايفنت زي مثلا السكرول، عندنا ميديا ايفنت زي مثلا لو انا بشغل فيديو ممكن اعمل ايفنت اون بلاي واون بوز واون ايرور، عندنا انيميشن ايفنت زي مثلا اول ما الانيميشن يبدا او اول ما الانيميشن يخلص. وبس كده نكون خلصنا جزء الرياكت، ولو حد مش فاهم حاجه يعني يسالني. تمام. ومعانا دلوقتي زياد هيكلمنا عن الامبيدد سيستم. ماشي. السلام عليكم. احنا ان شاء الله مش هناخد وقت يعني عشان الصيام وكده وبتاع. زي ما احنا اتكلمنا عن نود جي اس وعن رياكت وعن جافا سكريبت في الامبيدد في الايفنت بيست بروجرامنج، هنتكلم برضو عن الامبيدد سيستم في الايفنت بيست بروجرامنج. دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها، عن الديفينيشن وعن التايبس وعن الريل لايف ابلكيشن في الامبيدد سيستم، وهنختم بكود ان شاء الله. ماشي. طب حد عنده فكره يعني ايه امبيدد سيستم؟ زي سوبر لوب كده بالظبط. بالظبط زي ما مهاب قال، امبيدد سيستم هو مثابه العقل المدبر لكل العمليات المعقده المختلفه. يعني مثلا من اول حاجه في يومك مثلا الميكرويف لما تصحى من النوم مثلا عايز تسخن اكل بتاع، زي مثلا لابتوب، موبايلز، الحاجات دي، سمارت واتش، الحاجات دي. فهو باختصار كده الامبيدد سيستم هو بتبقى حاجه امبيدد بين سوفت وير وهارد وير. تمام. بتبقى بتشتغل على حاجه اسمها الكنترولر. حضرتك مثلا بتيجي تكتب كود، تمام، وعايز تاخد الكود ده توديه عن الكنترولر عن حاجه اسمها البرنر. في بقى منها امثله كتير، مثلا زي مثلا ريموت تكييف، مثلا زي الميكرويف، زي الغساله مثلا، حاجه ستاند الون. هنتكلم عن الامبيدد ديفايسز. اول حاجه عندنا هي ريل تايم، هي ريل تايم امبيدد ديفايس، مثلا زي الاير كرافت كنترول سيستم، دي بتبقى حاجه هارد ريل تايم امبيدد سيستم. وفي حاجه ثانيه عندي مثلا اللي هي السوفت ريل تايم امبيدد سيستم، زي مثلا ايه، زي المالتي ميديا ستريمينج، او زي مثلا هي المالتي ميديا ستريم. تاني حاجه عندي الستاند الون، دي زي الغساله، دي بتبقى حاجه اندبندنت. يعني اندبندنت يعني معنى اندبندنت ان ما بتعتمدش على حاجه هوست سيستم، مفيش كمبيوتر او حاجه بتقدر تعمل كونكت بيها. تالت حاجه عندي اللي هي نتورك، والنتورك دي نتورك امبيدد سيستم ديفايس، دي مثلا زي الاي تي ام او الهوم سكيورتي سيستم، بتبقى حاجه وايرد او وايرلس، تمام، بتبقى فيها كوميونيكيشن مع النتورك. اخر حاجه وهي الموبايل امبيدد سيستم، دي بتبقى اي حاجه بورتبل، بورتبل معناها انها ممكن سهل انها تتشال او كده، دي بتبقى اي حاجه كونكتد بيه امبيدد سيستم، بتبقى دي موبايل امبيدد سيستم ديفايس. تمام. هلا بس الجاكيت عشان ايه. دلوقتي هنحكي فزوره بس كده، حاجه كده ايه، فزوره ركزوا معايا عشان دي الكونسيبت بتاع فكره الامبيدد سيستم كلها. تمام. دلوقتي تخيل مثلا ايه، ان العربيه مايو كنترولر، ماشي، وانت مثلا خدت العربيه بتاعتك وطالع بيها على طريق الساحل مثلا، وليكن الصيف داخل علينا اهو، وفجاه لقيت ايه، ان مؤشر الحراره بتاع العربيه بتاع الانجن فجاه لقيته ايه، سخن، وعمال يديك الارم. طيب ايه الالارم ده؟ هنشوف بعد كده. طيب نفس العربيه اللي انت سايقها دي برضه على نفس الطريق بتاع الساحل، هوب لقيت ايه، دخلت في زرع بصل مثلا ولا حاجه، فلقيت الاير باج ايه، خبط في وشك. طيب مين بقى المسؤول عن كل الكلام ده؟ اللي عمل كل الكلام ده حاجه اسمها الهارد وير انتربت. الهارد وير انتربت ده بيبقى حاجه بص على اكشن معين، مستنيه ان اي ايفنت يحصل تقوم مديه اكشن معين. تمام. هو الهارد وير انتربت ده. طيب بيشتغل ازاي بقى الهارد وير انتربت ده؟ ده المفروض لما ده المفروض بيشتغل بقى في المعركه دي. ماشي. ده المفروض بيشتغل، انت دلوقتي المفروض ان السي بي يو، اتفقتوا معايا ان ايه، ان ال انتوا اتفقتوا معايا ان العربيه اي مايكرو كنترولر، تمام، اكيد جوه اي مايكرو كنترولر في سي بي يو، تمام، سنتر بروسيسنج، ماشي. طيب دلوقتي انت المفروض لما بيجي اي انتربت او كده،
ماشي. المفروض الانتربت ده بيبعت سيجنال للسي بي يو، تمام؟ بيبعت سيجنال للسي بي يو، بيبعته زي فلاج كده، تمام؟ بيقول وقف كل اللي انت بتعمله، وقف كل اللي انت بتعمله وشغل الحاجه دي، مثلا زي الالارم بتاع السنسور ده او بتاع الايه، او بتاع الاير باج اللي فتحت في وشك، تمام؟ ماشي. المفروض ان انت ايه مثلا في كوماند هنا بيفيتش، وبعد كده المفروض ايه، احنا قلنا ان هو بيوقف كل حاجه بيعملها السي بي يو، ماشي. هو واقف دلوقتي هنا على سبيل المثال مثلا، تمام، واقف هنا بيعمل فيتشنج للكوماند سي 1 ده، تمام. المفروض ان احنا قلنا ايه، بيوقف كل حاجه. هو اكشن مش بيوقف كل حاجه، هو بيعمل فيتشنج وبيكسكيوت الاي بي اللي هو واقف عليه، وبعد كده بيعمل بوش للنيكست اي بي في الستاك. ليه؟ عشان لما ينفذ الحاجه اللي هي الاي اس ار اللي هي الانتربت سيرفيس روتين اللي هي زي الاير باك او الالارم او هكذا، لما يرجع يلاقيه تاني، تمام. فهو الستبس كده، اول حاجه بيعمل اكسكيوت للكرنت اي بي اللي هو واقف عليه، تمام. تاني حاجه بيعمل بوش للسكند كوماند في الستاك، بعد كده بيروح ينفذ بقى الاي اس ار دي اللي هي زي الفانكشن اللي بتنفذ الانتربت دي. الفانكشن الانتربت دي بتبقى موجوده في حته اسمها الانتربت فيكتور تيبل اي في تي، دي بتبقى باي ديفولت في اول حته في الرام من فوق، تمام. تمام ماشي. بعد ما بينفذ الجزء بتاع الاي اس ار ده انتربت سيرفيس روتين، بيرجع بقى يعمل بوب للسكند كوماند الستاك وبينفذها عادي جدا وبيكمل شغله عادي جدا. ده السي بي يو بيعمل الحاجه دي، تمام. ده باختصار يعني الايه الشرح بتاع الحته دي، ماشي. هنختم بكود، دي بتبقى حاجه كده زي ايه، لو عايزين مثلا نطبق حاجه زي الاكزامبل اللي فات ده بس على حاجه على الضيق كده يعني، تمام. التشر انتربت دي طبعا ممكن يعني ممكن اكيد كذا حد منكم عملها مثلا بالاردوينو او كده. دي بتبقى فانكشن زي مثلا دلوقتي بتاخد ايه، هي بتاخد دلوقتي اول، شايفين ولا لا؟ ماشي. التشر انتربت دي بتاخد اول حاجه البن، دي بتبقى عليها انستراكشنز ان هي تبقى بن 2 او 3، تمام. تاني بارامتر بتبقى هي الفانكشن اللي انت عايزها تعمل لها كول لو حصل اي انتربت. اخر بارامتر ده البارامتر زي الكونديشن مثلا، زي ما انت بتقول ايه لما يحصل حاجه على كذا، انا عايز الفانكشن دي تعمل لها كول لما الانبوت ده يحصل له هاي مثلا. انت دلوقتي مثلا على سيل الارم او الاير باك، هنا مثلا المثال ده عندي الانبوت مثلا الاثنين ده احنا مسجلينه فوق ده، لو مثلا اتعرض له في سي سي، ده معناه كده ان ايه، لو الانتربت ده وصل له هاي وهيعمل كول الفانكشن انتربت فانكشن دي، تمام. فهو ده زي كونديشن كده، شرط او ريستريكشن ان الفانكشن دي تعمل لها كول في حاله لو البناء دي خارج واحد في اصلا خمسه مودز من دي، في ممكن تبقى لو، في تبقى تشينج، فيها كذا مود يعني، تمام. وانتربت فانكشن دي او الاي اس ار فانكشن دي ما بتاخدش بارامترز ولا بتريتيرن حاجه، هي ما الا ان انت لما بتاخد اكشن من هنا، تاخد ايفنت ما من هنا، بتروح تنفذ الاكشن ده، تمام، وبترجع ايه تكمل باقي السوبر جروب عادي جدا، تمام. وهيكمل معاكم فتحي على ايه على بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مش هطول، احنا هنتكلم عن نفس الحاجه تاني بس هو جاست من جافا برسبكتيف. فاول حاجه الاكتور اوف سين هم نفس الاكتورز، جاست بس ان الجافا هي كلاسز كلها او او بي بيزد لانجويج، فكل حاجه هنا اوبجكت كونستراكتد من كلاسز. فالايفنتس بقت اسمها ايفنتس اوبجكت، والايفنت سورس اسمها ايفنت سورس اوبجكت، والليسنرز بقت ليسنرز اوبجكت، هما نفس الفانكشناليتي بتاعتهم. فالبوتون ده مثلا يعتبر ايفنت سورس اوبجكت، ده بيروح يفاير ايفنت، والايفنت او السورس برضه بيفاير ايفنت ويكول الريجستر الهاندلر اللي معمول ريجستر على السورس اوبجكت ده. فسريعا برضه كده ايه هما الايفنتس اوبجكت، هي الاكشنز كانت بي ديترمايند باي البروجرام، وان السيستم يقدر يكون عامل لها سيجنفيكانس، ان هي حاجه سيستم يعرف يحددها. ايفنت مثلا زي لو انا مثلا بحرك الماوس، فهو حركه الماوس هي الايفنت اوبجكت، والايفنت اوبجكت بيكونتين انفورميشن بتاع الايفنت ده، زي حركه الماوس مثلا ففي الاكس كوردينتس والواي كوردينتس والكليكد، سواء بقى الام بي 1 او الام بي 2. اخر حاجه ان ال هنا مش عارف الاوبريتنج سيستم هو اللي بيمونيتورز كل الايفنتس اللي بتحصل على الـ على الـ على الشاشه قدام، او يعني أو سواء كانت يوزر يوزر بيزد يوزر جنريتد ايفنتس او سيستم ايفنتس. تمام. الاوبريتنج سيستم هو اللي بيمونيتور ايفنت وبيبعتها للبروجرام، البروجرام هو اللي بيرن الايفنت هاندلر الليسنرز بتاعتي في الجي او اي، يعني هو اللي بيرنها وبيوصلها، يعني بيوصل ايفنت سورس بالليسنرز. ففي الحاله بتاعتنا هنا في الجافا هيكون الجافا فيرتشوال ماشين هو اللي بيعمل الفانكشن دي.
بعد كده الايفنت سورس اوبجكتس هي الاوبجكت اللي بتريجر الايفنت او بتفاير الايفنت سواء كان سوفت وير او هارد وير. هما ممكن يكون كنترول اوبجكتس. الكنترول اوبجكتس اللي هما اي اوبجكت بيبقى عليه اكشن تايب اللي هما زي البوتونز زي التكست فيلدز زي التشيك بوكس او كوم بوكس. فهنا مثلا جاست اكزامبل ان البوتون ده هو السورس اوبجكت وهو اسمه كليك مي عادي خالص. اخر حاجه الليسنرز في الاكتور سين الليسنرز هما البيس اوف كود اللي انت بتكتبها عشان تهندل الايفنت اللي انت عايزه اللي انت انترستد فيه. فهنا مثلا بقول له لما يدوس على البوتون سيت اون اكشن ده اللي دوست البوتون فبقول له يطبع كلمه هول عادي خالص بس كده. هنا بقى الديليجيشن موديل في الجافا ف الجافا بروفايد الايفنت سورس كلاسز اللي انا بقدر اكونستراكت منها او اكريت ايفنت سورس اوبجكت عشان استخدمها زي البوتن زي ما قلنا او تكست فيلدز او اي حاجه او وات ايفر كان كنترولر كنترول او نون كنترول تمام. هم اللي عاملين الكلاسز دي بس انا اللي هكتب الليسنر اوبجكت او الليسنر كود. فسؤال تريفيال بسيط يعني ايه الحل في ان انا اخلي الليسنرز اللي انا كاتبها تشتغل على ايفنت سورس اللي هم عاملينها؟ حد عنده اجابه؟ هم عاملين الايفنت سورس اوبجكتس او كلاسز فهم عندهم الكومبوننتس انا بعمل بكرييت اوبجكتس منها. فازاي الليسنرز الكود اللي انا كاتبه اخلي الايفنت سورس اوبجكت دي تكوله وهي هم مش ممبر فانكشنز عندهم. مسألة بسيطة وهي موجودة هنا يعني. ما هو مش عارف يكوله هو مش عارف يعمل له كول باك مش عارف هو مش ممبر هي مش ممبر ميثود عنده. هم يعني حلوها ازاي بتوع الجافا الديفلوبرز؟ هو يعني حاجه زي فانكشن جاهزه من تبقى من ايه؟ من كلاس سورس. مش من كلاس سورس من هم عملوا ايه؟ عملوا انترفيس بالظبط. ايه القصه دي؟ اداله اكسون طيب. المهم فهم الجافا ديفلوبرز بروفايد غير الايفنتس ان هو السيستم بيديتكتها لوحده هم بيبروفايد الايفنت سورس كلاسز عشان تعمل منها اوبجكت رابتر كمان بيبروفايدوا هو حل الموضوع ده اللي هو الانترفيس. فالانترفيس بيبقى فيه الايفنت اللي انت عايزه جاهز لكل الايفنتس اللي ممكن تعمل لها سيجنيفيكانس لكل سيستم يقدر يعمل لها ديتكشن او سيجنيفيكانس بالنسبه للسيستم. فانت بتروح تمبلمنت الانترفيس ده وتوفررايد الفانكشن اللي جواها بتاعت الايفنت وبس وبعد كده بتخلي الايفنت سورس يريجستر الليسنر ده ان هو بس يكولها. فبس اللي بيحصل كالتالي انت بتعمل ايفنت سورس اوبجكت بالعدد اللي انت عايزه وخلينا بس نقول ان برضو الايفنت سورس مش مرتبط بالليسنر ممكن ايفنت سورس واحد يكون ليه ليسنرز كتير هو بس الفكره ان هم طالما على ديفرنت ايفنتس فهو الايفنت سورس بيرجستر الليسنر اوبجكت وبعد كده لما بيحصل ايفنت بيروح يكارنت الايفنت اوبجكت ده والايفنت اوبجكت بيكاري الانفورميشن هو بينفوك الليسنرز اوبجكت ويديله يبصيله او يعني بيستخدم بعد كده الايفنتس انفورميشن دي. سوري تمام. احنا في ريل لايف اكزامبل احنا هنتكلم على الجافا اف اكس ده لايبراري جوه الجافا. هما في ثلاثه لايبراري اي دبليو تي والسوينج والجافا اف اكس. الجافا اف اكس دي تعتبر احدثهم يعني هنتكلم عليها لايبراري الجي او اي فدي ناخد اكزامبل عليها يعني. فهو هي مقسمه الايفنت طيب عندها الايفنت اوبجكت عندها جوه الايفنت كلاس مقسمهم لثلاث انواع. اوكي المهم يعني الايفنتس متقسمه لثلاث انواع اكشن ايفنتس وانبوت ايفنتس كلهم بينهرتوا منها يعني هو الموضوع كله مبني بيزد على الانهيرتنس والبوليمورفيزم. فالاكشن ايفنتس ده اللي بيتعامل مع الكنترول اوبجكتس زي البوتون وزي التكست فيلدز. الانبوت ايفنت هو اللي بيتعامل مع الماوس ايفنتس والكي ايفنت. والويندو ايفنت هو اللي بيتعامل مع الويندو نفسها سواء مثلا عايز اكلوز الويندو او ماكسمايز الويندو او امينيمايز. هنا برضه سام اكزامبلز هو طبعا مش باين حاجه او انا اللي مش شايف مش عارف. المهم يعني كليك بوتون مثلا ده من نوع ايفنت تايب اكشن ايفنت. الفانكشن بتاعته احنا نبص مثلا الاكشن بتاعته اللي هي سيت اون اكشن دي بتبقى جوه البوتون جوه كلاس البوتون يعني. والايفنت اللي هو الايفنت هاندلر ده الانترفيس اللي انا بعمل له امبلمنت او اوفر رايد الفانكشن اللي جواه.
وكلهم يعني دول كلهم اكزامبلز يعني. وفي لو انت بقى محتاج اي حاجه اي ايفنت عايز تدور عليه يعني اللينك تحت اهو مش باين طبعا اسمع علينا. بعد كده بقى الجافا اف اكس ده برضو بتبروفايد سام باكجز. الابلكيشن ده عشان عامل ابلكيشن الستيج ده هو الفيرست لاير من الـ من الجي او اي الويندو. ممكن نبص لها كانها ترابيزه عليها لوحه. الستيج هي ترابيزه والسين هو اللوحه. وبعد كده اي حاجه بحطها جوه السين ده هي بتبقى نود. والنود كده بيبقى في روت هو اللي ببدا اد عليه النودز دي. في برضو الايفنت زي ما شفنا في الجيومتري دي. الجيومتري دي فيها كل ال2 دي اوبجكتس اللي ممكن احتاجها عشان استخدمها على طول يعني من غير ما اقعد ارسم اشكال. السي اس اس دي عشان اقدر اعمل ستايلنج للنودز دي باستخدام السي اس اس عادي خالص واعمل له اد جوه الفايل بتاعي. والانيميشن عشان اعمل سام انيميشن زي الروتيشنز او الميرورنج او اي انيميشنز يعني. هنا بقى الكلام بسيط خالص. سام اكزامبل. هنا كريتنا عادي كلاس وخليناه اكستند من الابلكيشن ده عشان يطلع لي الجي اي ويندو. وبالاوفررايد الفانكشن اسمها ستارت دي اللي بتعمل لها كولينج في المين فانكشن. بس هنا ادنا الروت وادنا السين وحطيناه جوه الروت. وبعد كده حطينا برضو مش عارف ايه ده حطينا اول برايمري ستيج هو كده كاريت وحطينا جواه السين. وبعدين عملنا شغل ان الديفولت بتاعه بيبقى هايد. ايه تاني هنا سام تكست ولي اوت يعني هو مش بعمل عليه ايفنت هو بس عشان اوضح بيه. هنا بقى البوتون كريتنا بوتون برضو ادينا له لاي اوت ويعني ما اعرفش ايه ده. المهم بعد كده سيتون اكشن ده الايفنت بتاعي بقى بنعمل منه اوبجكت. عملنا اوبجكت من الايفنت هاندلر اللي هو الانترفيس. وبعد كده عملنا له اوفررايد جوه. عملنا له اوفررايد فانكشن هاندل دي. هدي الفانكشن اللي جوه الايفنت اللي انا بعمل لها هاندلنج. وبعدين هنا كتبنا بقى الكود اللي انا عايزه. فانا هنا بقول له مثلا لو الايفنت ده البوتون سيتون اكشن ده مش بتاع الماوس ده بتاع البوتون نفسه. فلو البوتون اتداس باستخدام الماوس بعمل اللي هي ماوس كليك بطبع كلمه ماوس كليك ده عادي. هنا نفس الفكره بالظبط بس هنا ايفنت ثاني على نفس الاوبجكت اوبجكت سورس مش الاوبجكت نفس السورس اوبجكت قصدي. بس هو هنا الفرق يعني تو ايفنتس عن نفس الاوبجكت سورس باستخدام تو ديفرنت ليسنرز. برضه اوفررايد وبقول له هنا لو كي تايب لو دوست على زرار على الكيبورد يطبع ان كي تايب. هنا الاوتبوت ده هنا البوتون ده هنا دوست بالماوس فطلع لي ماوس كليك وهنا دوست بالكيبورد فطلع لي كي تايب. نلاحظ برضو ان البوتون اولويز هافرد او سيت اون فوكسد. ليه؟ عشان هي السيت اون كي تايب دي بتخليه على طول بيديتكت اي دوسه كيبورد بس يكون ليه اسكي كود مش سكان كود. ده انذر اكزامبل يعني. هم احنا كده هم اتنين اكزامبل على تو ديفرنت ايفنتس وده التالت. ويعني في ايفنتس كتير قوي ممكن نبقى نشوفها يعني اللي حابب يدور عليها في اللينك. تمام. هنا برضو كريتنا شيب ريكتانجل وعملنا له اد في الروت. وهنا بقى الايفنت اللي انا هعمله اللي هو سيت ماوس دراج اللي انا بدراجه بالماوس. واستخدمت هنا اللاندا اكسبريشن عشان اسهل يعني وبتمنع الكابلنج. المهم يعني اللاندا اكسبريشن هي بتروح لوحدها بتشوف هي محطوطه مكان ايه وتمبلمنت الانترفيس ده بداله. يعني هي بتروح تمبلمنت الانترفيس وتعمل اوفررايد للفانكشن بالستور انت كتبها. فانت مش محتاج تعرف اصلا انت بتمبلمنت ايه جاست بس ان انت يبقى في شرط واحد ان الفانكشن اللي هي بتعمل لها الانترفيس اللي بتعمل له الامبلمنتيشن ده يبقى فانكشنال انترفيس في اللي هو ما فيهوش غير ابستراكت ميثود واحده بس عشان الكومبايلر ما يجيش كونفيوزد. فبس هنا بحرك بقى بدراج الريكتانجلر عادي ريكتانجل عادي معلن الاكس واي كوردنس بتوعه بس كده. هو بس بقى سام ادفانتجز للجافا اف اكس ده او البيس بروجرامنج يعني اللي قصدي اسمه ايه؟ ليه؟ الجافا اف اكس هو فليكسبل اقدر اعمل فيه حاجات كتير زي الدراجنج او الهوفرنج او اي حاجه. هو سهل الكود بيبقى اندرستاندبل يعني. بقدر اعمل جي اي. طب مننا خلصنا فهو احنا ممكن اي حد يبص في اللينك ده هيقرا كويس عن الادفانتجز والديس ادفانتجز وبس كده. شكرا وده الكويز.